لكن الواقع شنو؟ الواقع اليوم احنا اليوم من 2003 لحد الان جربنا هاي الحكومات كليتها، بس النتائج اللي ترتبت على تشكيل هذه الحكومات شنو لحد الان؟ يعني تغيرت مثلا نسبه الفقر في العراق، زادت، تغيرت مثلا البنى التحتيه، طورت مثلا طور النظام الاقتصادي بالعراق، صار عندنا رؤيه اقتصاديه. احنا لحد الان كل ما تجي تشكل حكومه تاسس لتدمير الصناعه، كل ما تشكل حكومه تزيد من التبادل التجاري، ما تهتم لا بالزراعه ولا تهتم بالصناعه، تزيد من التبادل التجاري مع دول الجوار. كل ما تجي حكومه يتخلخل الامن، تتخلخل المؤسسات الامنيه. كل ما تجي حكومه تتفكك البنيه الاجتماعيه للمجتمع العراقي. الى ان وصلنا لتشرين بقصد؟ انا اقول بقصد او غير قصد، بس هاي النتائج. يعني نتائج هذا النشاط الحكومي زين المتعاقب من 2003 هو هذا انهيار. يعني هم كلهم يتحدثون انه العراق يروح للمجهول، كلهم يقعدوا وياهم تسمع كلمه انه العراق سيذهب الى المجهول. طيب اذا انتم بالحكومه تقولون العراق سيذهب الى المجهول، وانتم قلت الحكومه تقولون احنا العراق يذهب الى المجهول. اكو فرق بين طموحات القوى السياسيه وهي طموحات مشروعه لكل قوى سياسيه، وبين النتائج اللي ترتبت على قيادة الدولة من 2003 لحد الآن. احنا اليوم ندعي القوى السياسية وندعو أيضا الناخب لتفحص هذا الأمر والخيار بالنتيجة النهائية للمواطنين. إذا انتخبوا أي شخصية يعتقدون أنه هي قادرة على إدارة الدولة، هم يتحملوا مسؤولية الدولة المواطنين. فاحنا أمام حفاظ على نزاهة الانتخابات حتى تنتج قيادة حقيقية. أما نتائج انتخابات مشكوك بها، يعني انت طلعت مثلا الامم المتحده تقول 44% نسبه المشاركه بالانتخابات، انا اعتبرها شهاده زور. شهاده زور طبعا، يعني الحقيقه ماكو 44%، اللي شاركوا يمكن 18-19-20%. فحتى المجتمع الدولي اللي هو غش الشعب العراقي وشكل حكومه، والحكومه ما قدرت تقاوم لانه حكومه ما ممثله حقيقيه. يعني شلون اطلب من عنده مراقبه الشعب؟ حتى المراقبه هم شو راح يسوون؟ الامم المتحده راح يجيبون 300 نفر زين يراقبون في محافظات محدده، وذول 300 نفر مراقبتهم يعني شكليه متحركه متحركه وشكليه. يعني شو يسوون للقوى السياسيه اللي مثلا الاف المحطات الانتخابيه اللي صار له 18 سنه متجذر بالمفوضيه وجماعته بالمفوضيه متغلغلين في كل مكان وزاويه. فاليوم اقول النظام السياسي حتى يحمي العراق في هذه الانتخابات، وانا اقولها وانا مسؤول عليها، اذا النظام السياسي ما صار شفاف وجدي في هذه الانتخابات وخلى حصانه حقيقيه للانتخابات، سيواجه مشكله كبيره ما بعد الانتخابات. ومشكله تطيح بالنظام السياسي، تطيح به طاحه نهائيه ككل طبعا، لان لحد الان ما قدر النظام السياسي يقنع القوى التي انتفضت عليه، ما قدر يقنعها تشارك بالانتخابات وهي دعت الى الانتخابات، ما قدر يحتضنها ويوجهها لصالح المشروع الوطني، حاربها اقصاها، مارس الاغتيالات وياهم، شردهم ثلاث ارباعهم قاعدين باربيل وبسليمانيه وبتركيا ودول، اكو ناس بروسيا شارده الان قاعده. فهذا ما راح يثبت مصداقيه النظام السياسي، بالعكس هذه الوجوه اللي طلعت موجوده الان اذا هي رجعت نفسيتها للحكومه القادمه، احنا ما سوينا شيء. يعني ما سوينا، يعني لا جدوى من انتخابات مبكره او لا جدوى من انتخابات لاحقه. ندعو القوى السياسيه الى ميثاق شرف مكتوب وعملي. كم ميثاق صار عندنا؟ لا اقول ندعوهم ان يكون ميثاق جديد للدوله العراقيه. لازم يطلعون من هذا اللي يسووه، هذا اللي يسووه هو مقتل ربما لم ينتبهوا عليه، انا انبههم عليه، اقول لهم هذا مقتل لكم. الانتخابات القادمه اذا لم تكن شفافه ونزيهه وذات مشاركه واسعه، المجتمع العراقي لن يرحم القياده السياسيه.